يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الكورس بتاعنا ECSE 2016، احنا هنتعلم فيه ان شاء الله ازاي نعمل كونفيجريشن على سيرفرات ويندوز سيرفر 2016. تمام، ده اخر فيرجن من الويندوز سيرفر نازل، كان فيه فيرجنات قديمه، يعني كان فيه مثلا ويندوز NT و2000، الكلام ده انا ما اشتغلتش عليه، انا لحقت ال 2003 في اخره. تمام، يعني مثلا اللي انا اشتغلت عليه ويندوز سيرفر 2003، ويندوز سيرفر 2008، 2012، واخر حاجه نزلت 2016. ملحوظه بقى صغيره، ويندوز سيرفر 2016 اللي نازل منه 2012 كمان اللي نازل منه 64 بت بس، عشان الناس تبقى عامله حسابها وهي بتطبق. عايزين مثلا تطبقوا على اللابات بتاعتكم في البيت ولا حاجه، يبقى عاملين حسابكم ان اللاب بيسبورت 64 بت. تمام، الكورس عباره عن 3 مواد. اول ماده اسمها 70، او رقم الكتاب اقصد 20740، ده رقم الكتاب. تمام، ايه الرقم ده وايه الارقام دي؟ لما بتروح تمتحن اي امتحان دولي بتروح تمتحن برقم الامتحان. اديكم اكزامبل، يعني مثلا منهج السي سي ان اي كان في قبل كده، المنهج اللي فات على طول كان رقمه 200 120. تمام، بعد كده حدثوا شويه حاجات وعملوا 200 125. تمام، انا دلوقتي لما اروح امتحن في اي مكان اوثورايز ان انا امتحن فيه، هقول لهم لو سمحتوا عايزه امتحن امتحان سي سي ان اي. طب انت تقصدي ايه، المنهج اللي موجود دلوقتي ولا اللي فات، ولا عايزه تمتحني ايه بالظبط؟ تمام، فعشان كده اي امتحان دولي بيبقى له ايه رقم، وانا راح اقدم على الامتحان بقول انا عايزه امتحن الامتحان اللي رقمه كذا. تمام، فاول ماده اللي هي 740 هنبدا نتعلم فيها ازاي نعمل انستليشن ستورج كومبيوت، نمسك كده موديول موديول. اول حاجه هنتعلم فيها ازاي ان احنا نعمل انستليشن لويندوز سيرفر 2016. هنكتشف ان في كذا نوع من الانستليشن للويندوز سيرفر. على سبيل المثال الفول جي او اي، الجرافيك، جرافيك كامل زي ما انتم متعودين زي الويندوز اللي قدامكم ده. تمام، في نوع تاني اسمه الكور، حد هنا دايس في لينكس، حاجه كده شبه لينكس، تعاملي كله معاه هيبقى ايه كومنز. ليه؟ معروف كده دايما باستمرار ان اي حاجه كومنز الاستابيليتي بتاعتها اعلى، اعلى بكتير من ان انا اتعامل جي او اي. لما تدخلوا بقى في البرودكشن تقصد الاندر دوس يعني بالظبط، هو مش شرط دوس، لان هنشوف ان في حاجه نزلت اسمها باور شيل. تمام، فخدها بس مني كده دلوقتي ان احنا تعاملنا كله ايه اوامر، انما مش شرط دوس. تمام، معروف كده ان اي حاجه بنتعامل معها كومنز الاستابيليتي بتاعتها بتبقى اعلى بكتير. اديكم كاكزامبل سيرفرات مايكروسوفت، لو فضلت قايمه بال10 ايام اسبوعين ورا بعض اتفرج على التهيس، كل اسبوع ولا اسبوعين كده نديها وحده ريستارت يفك التهيس. تمام، سيرفرات اللينكس، اللينكس تعاملنا معاه دايما بيبقى كومنز، في سيرفرات لينكس قايمه بالسبع ثمان سنين من غير ريستارت. اه صحيح التعامل مع لينكس اصعب، بس انا كواحده دلوقتي صاحبه بزنس ايه اللي يهمني اكتر، الاستابيليتي ولا السهوله؟ انا عايزه البيزنس بتاعي يبقى ستيبل، الميل سيرفر بتاعي، الويب سيرفر بتاعي، الحاجات دي انا مش عايزه باستمرار ان انا ارسل، عايزاها باستمرار تبقى ايه ستيبل. تمام، فعشان كده نزل كده حاجه من الويندوز سيرفر ابتداء من 2012 اسمها كور. كور الكور ده زي ما قلنا التعامل معاه كله ايه كومنز، ما فيهوش جرافيك من الاخر. تمام، ابتداء من ويندوز سيرفر 2016 نزل الاجمد كمان، حاجه اسمها نانو سيرفر. حاجه اسمها ايه نانو سيرفر؟ ايه النانو سيرفر؟ يعني مثلا لو انا هتكلم في الفول جي او اي، لو انا نزلته بكامل امكانياته انا بتكلم فوق ال 10 جيج، هياخد مساحه من السي فوق ال 10 جيج. تمام، لو انا هسطبه نانو، لا انا بتكلم مثلا في نص جيج واقل شويه كمان، يبقى المساحه اقل بكتير، السيرفيسز اللي راننج اقل بكتير. تمام، الاستابيليتي اعلى افضل بكتير، بس الفكره انك عشان تتعامل مع النانو سيرفر اصعب بكتير من ان انت تتعامل مع الجرافيك، فكل ده عايزين نتعلمه. تمام، يبقى النانو سيرفر ده الجديد اللي نازل فين في 2016. هنتعلم كمان ازاي تعمل ابجريد، عندك مثلا مكنه عليها 2012 عايز تعمل لها ابجريد، مش هقرر ان انا اعمل ابجريد وخلاص، في خطوات. افرض عندك مثلا المكنه دي عليها برامج معينه مش كومباتبل مع ال 2016، هلبس انا كده في الحيطه، يبقى البرامج دي مش هتشتغل معايا. في سيرفر هناخده ان شاء الله اسمه اكتف دايركتوري، ما ينفعش ان انا اعمله ابجريد على طول، لازم شويه اوامر كده بكتبهم واظبط المكنه بتاعتي واظبطها عشان اقدر ان انا اعمل ابجريد. تمام، طيب الموديول اللي بعده كونفيجرنج
لوكال ستورج ازاي اقسم الهارد؟ لا مش كليك يمين نيو بارتيشن، لا ما كانش هيتحط في شابتر لوحده. احنا بنتعامل دلوقتي ازاي نقسم هاردات، وازاي اتعامل مع الهاردات دي ان بشتغل في بيئه سيرفرات مش بيئه اجهزه كمبيوتر عاديه ورك ستي او ورك جروب. تمام، يعني هنتعلم مثلا ان الداتا الهارد بتاعي لو خلص المساحه بتاعته كلها خلصت وانا محتاجه دلوقتي مساحه كمان، هجيب هارد كمان واحطه واقسمه؟ لا ده انا عايزاه يسهر كله على بعضه في ماي كمبيوتر كانه بارتيشن واحد بس. اقدر اعمل اكستند دي واخد المساحه الاكستند دي من هارد تاني خالص؟ هو ده اللي عايزين نتعلمه ان شاء الله. تمام، عايز اتعلم حاجه اسمها ميرور. ميرور من اسمها، ميرور يعني ايه؟ الداتا تبقى موجوده عندي تو كوبيز، عشان لا قدر الله لو كوبي وقعت يبقى في كوبي تانية، ومش انا بقى اللي اقعد افصل هارد واحط، لا العمليه دي تتم ايه؟ اوتوماتيكي. تمام، فده اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله في الاستورج. هناخد برضو ادفانسد ستورج، يعني على سبيل المثال هناخد فيتشر كده اسمه ايس كازي. تمام، كل دي فيتشرز هناخدها مع بعض، بس يعني احنا زي ما قلنا بناخد حاجه كده ايه بسيطه قوي دلوقتي. ايه الايس كازي ده؟ حد يسمع عن تكنولوجيا الايس كازي؟ تقيل ان انت دايس قوي في حته السياره كده. عندنا احنا بالنسبه للكور دي حاجه في البروسيسور، احنا عندنا بروسيسورات في السيرفرات في 4 كور و8 كور و16 و24. ما هو كلمه كور كلمه بصفه عامه، في الشبكات في جزء اسمه كور على فكره، في الويندوز واحنا بنستطب في حاجه اسمها كور، في الداتا سنتر في حاجه اسمها كل حاجه ولها حاجه اسمها كور. الهاردات الاستازي دي احنا بنعرفها بس بالشكل، غير الساتا غير الاي دي اللي بكابلها. هاردات الاستازي بقى اول هارد استازي اساسا نزل كان مساحه الهارد كتيره، ده اول هارد استازي انا شفته في حياتي، وكان تخن كده حاجه بسم الله ما شاء الله. تمام، طبعا سرعته كانت اعلى، المساحات التخزينيه اعلى، الفلوس اعلى بكتير. عايز اقول لك على حاجه، الاسكازي الامبلمنتيشن بتاعه دلوقتي زي هاردات الاس اس دي والسيل والحاجات دي. تمام، الهاردات اللي موجوده دلوقتي ما بقتش داتا، كلها بقت ايه؟ معتمده على الاسكازي. تمام، فجم فكروا قالوا ايه، افرض دلوقتي ان انا عندي الكيسه اللي قدامي دي، انا هجيب لها كذا هارد واوصلهم مع بعض وهتعامل معاهم كلهم كانهم هارد واحد بس. فعلا دي نشتري حاجه كيسه كده صغيره بتبقى فيها 4 هاردات او على حسب مساحتها يعني، بس اغلب اللي انا شفته بيبقى ايه 4 هاردات، وبنوصلهم بالكيسه واتعامل معاهم كانهم ستورج سبيس واحده بس. تمام، طيب الجهاز دلوقتي بتاع اسلام عايز ياكسس الهاردات اللي هنا وتظهر عنده، مش شير، انا مش عايزاها شير، انا عايزاها تظهر عنده كانها فعلا هارد ظهر عنده ويقسمه. اما عاملين بروتوكول اسمه ايس كوزي، انترنت سكوزي. يعني ايه؟ يعني المساحات التخزينيه اللي على السيرفر اللي قدامي ده هتظهر عن طريق بروتوكول الايس كوزي على الجهاز بتاع اسلام، ويشوفها كانه بارتيشن كامل ويقسمه ويتعامل معاها عادي جدا. فدي تكنولوجي مين؟ الايس كوزي. تمام، ليه بنفكر في تفكير زي ده دلوقتي؟ الاتجاه العالمي كله للداتا سنتر. اسمعوا عن حاجه اسمها داتا سنتر؟ هو بنسمع كده ممكن. داتا سنتر يعني ايه؟ في دلوقتي تكنولوجي اسمها كلاودنج. كلمة كلاودنج معناها ان سيرفراتي وشغلي كله ما يبقاش عندي في الشركة، يبقى موجود عند شركات بنسميها كلاود كلاود بروفايدر. اديكوا كاكزامبل، انا مثلا عندنا هنا في الشركة ميل سيرفر. تمام، لو انا كنت جبت دلوقتي ميل سيرفر كنت هتكلف امكانيات انا مش قدها، وبعيد عن حتة ماديا، كنت هضطر اجيب كيسة امكانياتها عالية، ده هيكفيها اللي قدامي، ده هيكفيها مفيش مشكله. تمام، مينيمم خالص يكون 8 جيجا رام. هشتري ويندوز سيرفر بلايسنس طبعا، هشتري سوفت وير اسمه اكستشينج، كل واحد من دول انا بتكلم في $2000 $3000 مش عارفه ايه. تمام، هقدر اعمل كل ده؟ لو انا ملياش في الشبكات كنت هضطر ان انا اجيب واحد اصلا هو اللي يظبط لي الاكستشينج وهو باستمرار يشتغل معايا عشان ياخد باله من التكنولوجي او ياخد باله من السيرفر ده. التكلفه اعتقد عاليه عليا حتى لو قدرت عليها دلوقتي، في حاجات انا مش هقدر عليها، لازم يكون في اوضه باستمرار شغاله، الكيسه دي ما ينفعش تتفي، فهضطر اجيب له يو بي اس علشان الكهرباء لو قطعت. تمام، هضطر ان انا اسيب في الاوضه الصغنطوطه اوضه مكان يبقى صغير في تكييفين ثلاثه لان الاجهزه دي بتولد حراره باستمرار، يبقى اوضه صغيره ورغم كده احط لها تكييفين ثلاثه واشغلهم كلهم مع بعض. ايه يا جماعه احنا في مصر الكهرباء بتقطع، اليو بي اس ذات نفسه بيتحرق. تمام، فكده انا دخلت في اماكن انا مش هقدر ان انا ايه اظبطها معاك في الشغل بتاعي. كل اللي انا عملته قررت ان انا ابلش السيرفر بتاعي عندي تي اي داتا. ما هو تي اي داتا اي سيرفيس بروفايدر دلوقتي برضو بيشتغل ككلاود بروفايدر، يعني سيرفراتي هببلشها فين؟ عنده، ومديني كنترول بانل.
بدخل عليه انا اي براوزر عادي واكتب يوزر نيم وباسورد مديونه ليا، وطبعا غيرته كسكيورتي، وبدخل اعمل ايميل ليا وايميل لاحمد، واظبط مساحه تخزينيه ليا ومساحه تخزينيه ليه، ونظبط كل شغلنا وانا قاعده في مكاني. اتكلفت قد ايه اللي بندفعه؟ 500-600 جنيه في السنه. اوفر بكتير جدا ولا لا؟ صح. ده كده السيرفرات دي بتبقى موجوده عند الشركات اللي اسمها كلاود بروفايدر، بتبقى موجوده عندهم طبعا مساحات تخزينيه كبيره جدا ضخمه جدا هيس عندهم، ده كده بنسميه عندهم داتا سنترز. فهي دي المقصود بيها ايه؟ الداتا سنترز. تمام. طبعا احنا لسه بنتكلم ان بيبقى عندهم مساحات تخزينيه ستورج كبيره قوي، هيقعدوا بقى لكل عميل يجيبوا له كيسه ويقعدوا يحطوا له سيرفر ويقعدوا يجيب له هارد زياده والكلام ده؟ لا مفيش كده. ده بيبقى فيه ركات كده كبيره فيه تكنولوجي اسمها ستان ستورج اريا نتورك. التكنولوجي بيبقى راك كده كبير، تمام، دولاب كده كبير وكذا دولاب كمان، كله هاردات مش كيسه، كله ايه؟ هاردات. طب انا هكونكت ازاي على الهارد ده؟ عن طريق بقى بروتوكولات وكابلات فايبر والهيصه دي كلها، والسيرفرات دي كلها تبص على المساحات التخزينيه اللي موجوده في الراك ده. فالستورج زي ما بقول لك مش الكلام البسيط ان انا اقسم بارتيشن والهيصه، لا لا لا، الستورج دي فعلا تكنولوجيا عاليه جدا، في شركات كامله مخصصه بس كده اساسا في الاستورج. تمام. فالايس كوزي اللي احنا هنعمله بايدينا مع بعض باذن الله ده أنا ممكن نعتبره نوع بسيط جدا من انواع السان ستورج، بنسميه حتى ناس مش سان، الناس حاجه ابسط من السان. تمام. فقلنا تاني فكرته ايه؟ ان انا اجيب اربع هاردات مع بعض في كيسه كده صغيره اوصلهم بالسيرفر ده، تمام، واقسمهم واتعامل معاهم كلهم كانهم هارد واحد بس، وانتوا وانتوا قاعدين في اماكنكم اصلا تدخلوا عليه وتقسموه، انتوا شايفينه عندكم كانه اصلا هارد عندكم، مش شايفين ان انتوا بتتعاملوا معاه اوفر ذا نتورك، لا انتوا شايفينه ان هو ايه عندكم انتوا. واضحه؟ ده المقصود بالستورج، وده المقصود برضو بالستورج سبيس. ستورج سبيس دي اللي بقول لكم عليها اني هتعامل مع الاربع هاردات كانهم فيزيكال هارد واحد بس، او بنقول عليه بقى لوجيكال هارد واحد بس، واقسمه لكذا ايه بارتيشن. تمام. برضو هنتكلم عن الداتا دي دوبليكيشن. ايه الداتا دي دوبليكيشن ده؟ كنوع من توفير المساحه على الهارد، بمعنى عندي داتا دوبليكيتد في اكتر من كوبي من الداتا، في فيتشر كده هنشغله عشان لو السيستم اكتشف ان الفولدر ده متكريت كذا مره انا هقول له اكشن بقى يعمله، هقول له مثلا دلته لي بعد 3 ايام، سيبه 3 ايام دوبليكيتد، عدى 3 ايام اعمل لي فيه ايه؟ امسحه. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هايبر في، تسمعوا عن تكنولوجي اسمها فيرتشواليزيشن؟ تمام. فيرتشواليزيشن احمد كلمني عنه كده. ان انا ببقى مثلا اللي انا اعرف عنه ان انا مثلا ممكن اعمل ويندوز او مكنه كامله سيرفر بالظبط. حد فيكم اتعامل قبل كده مع برودكت اسمه في ام وير؟ اركن تايب سليم. اتعاملت مع في ام وير؟ تمام. تعالى اوريكم شكله كده حاجه بسيطه وهتكتشفوا كنا زمان قوي بنستخدمه كحاجه تعليميه، لا دلوقتي ده الداتا سنترز الكبيره شغاله بيه، الشركات الضخمه هي اللي شغاله بيه. تمام. ده برنامج عادي جدا نكستات، وده هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا باذن الله. تمام. ده برنامج عادي جدا، والويندوزات بتاعتي وكل الاوبريتنج سيستمز انا مش هنزلها على اللاب، انا بدي كذا كورس، انا بدي كورسات كتير، انا بدي ريد هات، بدي لينكس، بدي مش عارفه ايه، بشتغل كذا اوبريتنج سيستم، وانا ان شاء الله مع كل اوبريتنج سيستم هبدا ان انا افور اللاب بتاعي وابدا انزل الاوبريتنج سيستم الجديد، مش منطقي صح؟ فعلشان كده بننزل برنامج اسمه في ام وير، وكل ده مكن انا عاملاه جوه، ده ويندوز سيرفر 2016، دي مكنه لينكس، دي ويندوز سيرفر 2016، دي مكنه 8، دي مكنه 10، دي مكنه 7، كل دي اوبريتنج سيستمز، مين اللي شايلها؟ الويندوز بتاعي الاصلي. تمام. فده المقصود بفيرتشواليزيشن. تمام. تعال اقوم لكم مثلا مكنه 7 دي، بدلها رامات لو تاخدوا بالكم، بدلها بروسيسور، سوري، بدلها رامات، بدلها بروسيسور. تمام. هتاخد كل الحاجات دي منين؟ الامكانيات دي هتاخدها منين؟ من جهازي انا الحقيقي، واخد بالك؟ اوبريتنج سيستم فعلا انا مسطبه كامل تصطيباته، بس بدل ما سطبه على اللاب الحقيقي سطبته فين؟ بالظبط.
بصوا حتى لقط اي بي على فكره من دي اتش سي بي اللي بره. كل ده هنتعلم ازاي نعمله، ازاي اربط الكارت بتاع المكنه اللي جوه دي اساسا بالكارت الحقيقي، والكارت الحقيقي مربوط بمين؟ بيكم. وادخل على الكيسه دي وبنج منها عليكم وانتوا تبنجوا عليا، وكل شغلنا هيبقى عادي قوي ان شاء الله. تمام. ليه قلت لكم اصلا ان هو الشركات الكبيره كلها شغاله بالنظام ده دلوقتي؟ كان النظام زمان قوي ان انا مثلا شغاله في شركه فيها 20 سيرفر، محتاجه سيرفر للميل، محتاجه سيرفر للويب، محتاجه سيرفر كذا سيرفر. تمام. كان النظام زمان بنجيب كيسه لكل سيرفر، الكيسه دي هنعمل عليها الويب، الكيسه دي هنعمل عليها الميل، الكيسه دي هنعمل عليها الاكتف دايركتوري، يبقى 20 ايه كيسه كده مترصصين جنب بعض. كنا ساعات نلجا ان السيرفرات اللي مش هتعمل كونفليكت مع بعض نحطهم كلهم على ايه، على ويندوز واحد. ها نقلل شويه، بس الريكومندد الصح ان كل سيرفر يكون على كيسه. تمام. الدنيا بتوسع ولا لا؟ طب ايه رايكم؟ طب ما انا اشتري جهاز واحد بس، سيرفر واحد بس، بس بامكانيات بقى. يعني مثلا اجيب سيرفر رامات 128 جيجا رام. تمام. بروسيسور مثلا اجيب 6 انا اسفه هارد، اجيب 6 هارد مثلا كل واحد 2 تيرا مثلا. انا بتكلم في امكانيات، لان اتفقنا المكن ده كله هيسحب منين؟ من جهازي انا الحقيقي، ما اوبريتنج سيستم كامل. تمام. واقسم السيرفر ده فيرتشوالي بنفس المنظر ده عن طريق برنامج في ام وير. اغلب الشركات ما بتشتغلش بي ام وير، اغلب الشركات بتشتغل بسوفت وير اسمه اي اس اكس اي، ده من نفس شركه في ام وير. تمام. بس حاجه اعلى قدام باذن الله هبقى اكلمكم عنها لما نبدا نسطب البرنامج ده ونتعامل بيه. ماشي. الداتا سنترز، مش احنا قلنا الداتا سنتر بيخدم على عملاء كتير؟ انا طلبت ايه؟ سيرفر معين منهم اللي هو الميل سيرفر، طلبت الميل سيرفر من تي اي داتا. تمام. هو تي اي داتا او اي كلاود بروفايدر هيبدا ان هو يجيب كيسه لكل عميل؟ لا، زي ما قلت لكم بيبقى سيرفرات ضخمه وبيقسمها مكان بالمنظر ده، وكل عميل يكريت له مكنه، الحاجه الفيرتشوال دي بنسميها في لغتنا الدرجه كده مكنه. تمام. وكل عميل يديله ايه؟ مكنه. فهو كل الداتا سنتر، وده المستقبل. كل المستقبل دلوقتي ان اغلب الشركات ما بقتش بتعمل سيرفراتها لوكالي عندها، السيرفرات بتبلشها فين؟ بره على الكلاود. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مايكروسوفت عندها سوفت وير شبه الفي ام وير بالظبط، بس فور فري بقى، بينزل اصلا مع الويندوز 10، بينزل مع الويندوز سيرفر. بدل ما انا اشتري في ام وير بفلوس، كده كده اساسا ده نازل بلت ان مع الويندوز اسمه هايبر في. يبقى الهايبر في ده المقابل دلوقتي اللي انا شرحته لمين؟ للفي ام وير، وبرده بنقسمه مكان ونشتغل عليه وكل حاجه. واضحه؟ تمام. ده برده ان شاء الله هنشوف ازاي بنتعامل بيه. الكونتينرز، هايبر في كونتينرز، اركنوا دي دلوقتي، ولما ناخد الهايبر في هنكتشف ان ده فيتشر جديد نازل مع الويندوز سيرفر 2016، وهنتكلم عنه ان ديتيلز ان شاء الله. ده فيتشر جديد، حاجه كده شبه الدوكر، لو حد كان سمع عن الدوكر. خلاص اركنوا الدوكر دلوقتي. تمام. هاي افيلابيليتي، بمعنى افرض ان انا دلوقتي عندي 2 ميل سيرفر او 2 ويب سيرفر، خلينا في الويب، 2 ويب سيرفر. ليه؟ عشان لو واحد وقع التاني موجود بدال. طب الكلاينت او الراجل اللي جاي لي من الانترنت ده وعايز يدخل على الويب سيرفر بتاعي، هيدخل على انهي واحد فيه؟ هيدخل على الاولاني. طب لو وقع، ايش عرف اليوزر ده ان المفروض الاي دي بتاع الويب سيرفر اتغير؟ منطقي السؤال، عشان يبدا ايه يحول على الويب سيرفر التاني. لا لا لا، انا لا هخليه يدخل على الاي دي بتاع الاولاني ولا هخليه يدخل على الاي دي بتاع التاني، انا هكريت ما بينهم حاجه فيرتشوال، سيرفر ويب جديد فيرتشوال في اي بي تالت، والكلاينت هيدخل على مين؟ على الفيرتشوال ده، بحيث ده الفيرتشوال ده بيشاور على واحد منهم، لو وقع يشاور على التاني. يبقى بالنسبه دلوقتي للكاستمر بتاعي الاي بي اتغير؟ لا، هو داخل على الاي بي مين؟ الفيرتشوال. يعني عندي مثلا سيرفر 10001 وسيرفر 10002، مع اختلاف طبعا مع التحافظ على الاجهزه اللي انا بقول دلوقتي عليها برايفت. تمام. الكلاينت اللي جالي عايز يدخل على ويب سيرفر، هخليه يدخل على دوت 3. دوت 3 ده ليه وجود؟ لا، بس دوت 3 ده بيشاور على دوت 1، لو دوت 1 وقع يحول على مين؟ دوت 2. تمام. طيب ده بنسميه هاي افيلابيليتي، ان الشبكه بتاعتي باستمرار لازم تبقى افيلابل، ما توقعش. مانج في الاوفر، نفس برضو الفكره بتاعت اللي هي في الاوفر والكلاستر، ان يبقى عندي هاي افيلابيليتي.
ما هو كلمه هاي افيلابيليتي يعني ايه؟ الشبكه بتاعتي لازم باستمرار تبقى افيلابل، ما ينفعش تقع. اسوأ سمعه ممكن ياخدها اي قسم اي تي في الدنيا ان الشبكه تقع وما تقومش تاني في النو تايم. الشبكه وقعت مش نقعد نصحي في الادمن تعالى او هلا في ايه؟ في بديل للسيرفر ويجي جاي يصلح الرئيسي مش يفضل نايم. في نتورك واقع، في نتورك تانية تخدم عليها، سلكة واقع، في سلكة تانية تخدم بدل السلكة اللي وقعت. ده اللي احنا بنسميه هاي افيلابيليتي. عشان احقق الهاي افيلابيليتي ده الطريقة الأولانية في الأوفر دي اللي أنا قلت لكم عليها دلوقتي. في الأوفر يعني إيه؟ هعمل حاجة فيرتشوال كده بالنص. تمام؟ طيب كلاستر. كلاستر ده معناه لو واحد وقع أو الترافيك كله جاي على مين؟ على واحد، لو وقع التاني يشتغل. في الاوفر لا، ده انا ممكن كمان عن طريقه ان انا اوزع الحمل. يبقى الفرق ما بين في الاوفر وكلاستر ان في الاوفر ايه؟ بوزع الحمل على سيرفرين، بدل ما واحد بيخدم والتاني مركون بوزع الحمل. لكن كلاستر انا برمي على مين؟ واحد، لو وقع التاني يخدم بديل، الاثنين يبقى هاي افيلابيليتي. كلاستر بيبقى فيه فيرتشوال بينهم برضه. اركن بس شويه، هناخد كل واحد من دول بالتفصيل الممل ان شاء الله. تمام، احنا بس دلوقتي بناخد مفاهيم رئيسيه الدنيا هتشتغل ازاي. تمام، الهايبر في برضو ممكن ان انا اعمل فيه كلاستر وفي الاوفر، عشان برضو لو مكنة وقعت في مكنة تانية تخدم بدل، ومن غير ما اليوزر اللي داخل على الشبكة بتاعتي يحس. انا مش عايزة يحس ان في سيرفر وقع يبدأ يدخل على واحد تاني. اديكوا كإكزامبل، انتوا لما بتيجوا تدخلوا على جوجل، جوجل ما هوش سيرفر، جوجل ده مزرعة سيرفرات بنسميه سيرفر فارم. لو واحد وقع انت بتحس ان هو وقع ويبدأ يقولك طب ادخل على المقابل دي او البديل دي؟ لا، انت بتدخل على جوجل بيدخل. كل ده برضو النتورك لود بالانس، كل ده بيحقق لي الهاي افيلابيليتي. تمام، كرييتنج ايمج او مانج ديبلويمنت ايمج بمعنى ايه؟ انا هفترض دلوقتي لا قدر الله ان الويندوز وقع على الاجهزه اللي قدامي دي كلها، علشان دلوقتي انزل ويندوز على الاجهزه اللي قدامي دي في عندي كذا حل. الحل الصعب اللي انا مستحيل ان انا امشي بيه ان انا اجيب نسخه الويندوز على اسطوانه والف على كيسه كيسه ابدا انزل الويندوز ومعايا فلاشه ثانيه عليها التعريفات وعليها مش عارفه البرامج. لم سيدا انا ممكن اقعد في 3 4 ايام بالمنظر ده، صح؟ الحل الاسهل شويه ان انا ممكن اجي على الفلاشه بتاعتي واحولها بوتابل، 3 4 فلاشات معايا كل واحده عليها 2 بوتابل مثلا واثنين عليهم البرامج والتعريفات، ممكن مثلا في 3 4 ساعات اخلص اللاب ده وانقل بقى بسرعه تك تك كده وخلص. تمام، خصوصا كمان ان الفلاشه السرعه بتاعتها اعلى من الاسطوانه. تمام، في حل اسهل؟ اه، ايه هو؟ ايه رايكم ان انا ممكن اجي على الجهاز اللي جنبي ده وانزل عليه ويندوز سيرفر 2003 2008 2012 2016 وبعد كده هسطب عليه سيرفر اسمه WDS ويندوز ديبلويمنت سيرفر واجهز عليه النسخه بتاعتي. تمام، مش بس هجهزها كنسخه، ده انا ممكن كمان احط في قلبها البرامج اللي انا محتاجاها والتعريفات اللي انا محتاجاها، وبعد كده الف على الاجهزه كلها اخليها تبوت من كارت الشبكه. يعني حتى مش هخليها تبوت من فلاشه، ده انا هخليها تبوت من ايه؟ من كارت الشبكه. تمام، في اوبشن في البايوس ان ابوت من كارت الشبكه، وبعد كده اقول لها روحي اقري النسخه منين؟ من السيرفر ده. تمام، اجي على الجهاز اللي دلوقتي اللي جنب صالح اقول له نزل لي النسخه، الاقيه ظهر قدامي برومبت كده يقول لي قدامك ربع ساعه والنسخه تنزل. الجهاز الثاني اجي انزل عليه نسخه هلاقي البرومبت زاد عند الاثنين. تمام، بدا يقول لي قدامك نص ساعه والنسخه تنزل. اجي على الجهاز الثالث الرابع اوصل للجهاز رقم 10 الاقيه يقول لي قدامك مثلا 15 ساعه لغايه ما النسخه تنزل على الكل. مش انتوا لما بتدخلوا شير كل ما عدد الاجهزه اللي داخله على الشير بيزيد، كل ما بتاخدوا كوبي يعني كل ما البرومبت بيزيد الوقت بتاعه بيزيد. ظهر ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 تكنولوجي اسمها مولتي كاست، برضه هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. عن طريق المولتي كاست دمجناه بالسيرفر اللي بقول لكم عليه اللي هو الدبليو دي اس ده، بحيث دلوقتي ان ممكن اجهز السيرفر بتاعي اقول له ما تبداش تعمل بوش توزع النسخه بتاعتك الا لما عدد الاجهزه يوصل ل 10 اجهزه. اول ما عدد الاجهزه يوصل ل 10 اجهزه يقوم السيرفر يبدا يعمل بوش للنسخه، يبقى في خلال ربع ساعه هلاقي النسخه بتاعتي نزلت على كل الاجهزه كلها. اللي هم قالوا 10 اللي هم المفروض اقل من 10 اجهزه. لا مش هيبدا يعمل بوش للنسخه الا لما عدد الاجهزه اللي طالبه النسخه يوصل ل 10. ليه؟ انا مشكلتي دلوقتي في الطريقه القديمه يا صلاح دي حتى اللي كانت موجوده في ايام 2003. تمام، مشكلتي كانت فيها ان الجهاز ده بيبعت باكت للجهاز ده
ونفس الباكت لجهاز ده ونفس الباكت لجهاز ده تمام. فعلى ما اوصل للجهاز العاشر ياخد وقت يرجع يلف ايه لفه ثانيه على كذا تمام. لكن التكنولوجي اللي بقول لك عليها المالتي كاست هو بيعمل بوش لمين الباكت مره واحده بس تسمع عليهم كلهم. فعشان اقدر ان انا احقق التارجت ده هقول له ايه ما تعملش بوش الا لما عدد الاجهزه يوصل بالظبط. ممكن في طريقه اعملها ثانيه بس غالبا دي اللي احنا بنستخدمها تمام. ده كده احنا بنسميه ديبلويمنت. طيب برضو هنبدا ان احنا ناخد سيرفر اسمه WSUS نمانج ونمونيتور ونمنتين الماشينز بتاعتي عن طريق سيرفر اسمه WSUS. ايه WSUS ده؟ اديكم كاكزامبل دلوقتي على ارض الواقع. الاجهزه اللي قدامي دي كلها لسه منزله لها ويندوز قريب تمام بفلاشات على فكره عشان انا هنا سمول بيزنس مش عايزه اوجع الدماغ بتاع السيرفر واقوم واجهز عليه نسخه. ده برضو غلبه ده يفيد اكتر لو انا شغاله في لارج بيزنس انما انا في سمول بيزنس. فكنا مظبطين الاجهزه كلها ويندوز بايه بفلاشه وخلاص تمام. الاجهزه عايزه ابديت تمام. طيب لما كل جهاز يطلع لموقع مايكروسوفت ويبدا يعمل بنفسه ابديت قعدنا يوم كده الحمد لله السرعه بتاعت المكان كله اتسحبت لغايه ما الاجهزه كلها نزلت الابديت بتاعها. طب ما انا دلوقتي اول حاجه عملت كنترول للابديت اللي نزل. انا عملت له كنترول عرفت ايه الابديت اللي نزل من موقع مايكروسوفت. لا دي مشكله. المشكله الثانيه ان الاجهزه كلها زي ما بقول لكم كل واحد طلع بنفسه لموقع مايكروسوفت نزل كوبي من الابديت بيعمل داونلود السرعه بتاعت المكان كلها اتسحبت يوم ولا يومين كده تمام. دي مشكله ثانيه. طب ما مايكروسوفت فكرت عملت سيرفر اسمه WSUS. ايه ده في لا عايز اعطس ثانيه واحده بعد اسلام الله يسامحك WSUS تمام. هذا طارت خلاص لا طارت خلاص الحمد لله. قلنا تاني WSUS فكرته ايه ان ده سيرفر هيطلع هو بنفسه موقع مايكروسوفت ينزل الابديت وبعد كده هو اللي بيوزع الابديت. هو اللي يوزع ايه الابديت مش كشف الميموري هو بينزلها فعلا على الهارد مش كشف الميموري تمام. وبعد كده هو اللي يوزع الابديت. في ميزه اولا انا عملت الابديت كم مره مره واحده نزلته مره واحده. ثانيا انا كادمن ساعتها بكنترول اني ابديت اللي يتوزع على الاجهزه. ده انا ممكن كمان احط الاجهزه اللي في الاكس بي في جروب واعمل لهم بوش لابديت معين تمام. ثانيه واحده قلنا تاني ال WSUS هيعمل ايه. اول حاجه هينزل الابديت مره واحده. ثانيا انا كادمن هكنترول اني ابديت تتوزع على الاجهزه. يعني ممكن احط الناس اللي في الاكس بي في جروب مع بعضهم واقول ان يتوزع عليهم الابديت الفلاني. احط الناس اللي في الويندوز 7 في جروب لوحدهم واقول لهم وزع لهم الابديت الفلاني. ده الفكره بتاع سوفت بتاع سيرفر مين يعني ده ينزل كسوفت على هو مش عندي ويندوز سيرفر. هو ويندوز سيرفر تمام وهضيف عليه رول معينه. يعني مش هنزل سوفت وير بايدي واسطبه. ايام ويندوز سيرفر 2003 كنا بنعمل كده كنت بنزل فعلا ويندوز برنامج يعني وبسطبه بايدي. انما دلوقتي ابتداء من 2008 كل دي برامج اوريدي موجوده وانا بس بفعلها باوبشن كده صح بفعله. يبدا هو بقى ينزل الابديت وانا بكنترول انهي ابديت اللي هنزله وبعد كده ايه يتوزع على الاجهزه. وضحت كده. ده كده الماده الاولانيه خلصناها. ندخل بقى على الكتاب الثاني 20741 تمام. اول شابتر فيه بيتكلم عن الاي بي هيد ازاي ان انا اتعامل بالاي بي تمام. في حاجه صحيحه بقى قبل ما انسى انا مش همشي بنفس الترتيب اللي انا بشرحه لكم ده. يعني انا عن نفسي واحده مقتنعه جدا ان الترتيب بتاع مايكروسوفت في اغلب كورساتها غريب تمام. هنبدا بالشابتر ده الاول هنيجي نوصل له هنكون خلاص خلصنا من حاجه ازاي ان انا اقوم سيرفيسز وانا اصلا مش فاهمه الانفراستراكشر بتاعه البنيه التحتيه بتاعه الشبكه قامت ازاي. ابسط حاجه لما اجي اقوم سيرفر واحط عليه اي دي 127.0.0.1 مين ال 127.0.0.1 ايه الاي دي ده؟ مش هقعد ساعتها بقى اشرح له لما نكون فاهمين الاساس كله. مجرد ما احط الاي دي ده انتوا ساعتها هتكون فاهمين ايه ده فمش هتسالوني ايه ده تمام. فده اول شابتر ان شاء الله هنبدا بيه وهناخد كمان الشابتر ده اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. طبعا فيرجن 4 كل يوم والتاني بينقرض والاتجاه دلوقتي كله الايه اي بي فيرجن 6 وهنركز ايه
هتشتغل في مصر ولا في كوميونيتي كامله الاي بي فيرجن 6 في مصر؟ انت لو طلبت من الاي اس بي اساسا ان انت تشتغل 6 هيعملوا لك سبورت. كل المودمز دلوقتي دي اس ال مودمز بتنزل وهي بتسبورت اي بي فيرجن 6 تمام. بس مش قوي كده يا احمد برضه يعني اللي هو كان في كونفيجريشن. معلش الفرق ايه بقى يعني ايه الفايده كتكنيكال بين الفورم؟ اقصد كلمه دلوقتي اقولها لك لغايه ما ناخد ده بالتفصيل الممل ان شاء الله ان اي بي فيرجن 4 بيخلص. عدد الاي بيات بسيطه مقارنه يعني كان في ارتكل موجود على الانترنت اعتقد ان هم مقفرين فيها شويه بيقول لك لو هنقارن بين عدد اي بيات فيرجن 4 وفيرجن 6 فاي بيات فيرجن 4 اعتبرها كده عدد ذرات الرمله اللي ماليه ترانك شاحنه. لو هتقارن ده باي بي فيرجن 6 عدد ذرات الرمله اللي ماليه الشمس. يعني اعتقد ان هم مقفرين شويه بس يعني دلاله على الفرق ما بينهم. فده السبب الرئيسي اللي خلى العالم كله ايه يتجه دلوقتي الاي بي فيرجن 6. من حوالي سنه الايانا اعلنت دي المنظمه المسؤوله عن الانترنت الايانا اعلنت ان كل اي بي هات فيرجن 4 في امريكا الشماليه خلصت معتمدين دلوقتي على الحاجات اللي بيرجعوها من الكاستمرز. طب لسه عايش ازاي في حاجه كده اسمها برايفت اللي كنت بتقول عليها في اول اليوم انت بتقول بتقسم اي بي هات ومش عارف ايه تمام. في حاجه اسمها برايفت اي بي هات وتكنولوجي اسمها النت هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. لولاها كان اي بي فيرجن 4 ده انقرض نزل. وحتى اي بي فيرجن 4 لو ما كانش انقرض برضو هنتجه لاي بي فيرجن 6 لان السكيورتي بتاعته اعلى تمام. فطول ما احنا ماشيين مينلي هنركز اكتر على فيرجن 4 بس برضو هايه نشوف كل حاجه كده على فيرجن 6 لان فعلا الاتجاه العالمي لفيرجن 6 واضحه. طيب في الماده الثانيه بقى اول سيرفر هناخده فيها سيرفر اسمه دي اتش سي بي. ايه دي اتش سي بي ده؟ ده سيرفر بيوسع اي بي هات. انا شغاله في انتربرايز فيها 1000 جهاز وانا ان شاء الله هلف على 1000 جهاز بايدي احط اي بي على كل جهاز؟ لا هنظبط كده سيرفر اسمه دي اتش سي بي هو اللي يعمل ايه؟ يوسع لا ملهاش علاقه بالكونفليكت قوي لان انا برضو ممكن اقع في غلطه اعمل كونفليكت. افرض دلوقتي ان انت ظبطت الدي اتش سي بي سيرفر انه يوزع مجموعه من الاي بيات ونسيت وخليت اي بي منهم حطيته ستاتيك بايدك على كيس هيوزع صح. هو في طريقه ممكن اوفر رايت الكلام ده ان انا اخلي الدي اتش سي بي قبل ما يوزع الاي بي يروح باعت بنجايه كده على ايه الاي بي ده تمام عشان يتاكد الاي بي ده متوزع قبل كده. في طرق بن اوفر رايد بيها الكلام ده تمام. لكن انا ممكن فعلا البس كده في كونفليكت وبرده هنتعلم فيه في الاوفر بمعنى يبقى عندي اكتر من دي اتش سي بي سيرفر ووزع الحمل على الاثنين مع بعض. لو واحد وقع الحمل كله هيروح لمين؟ للتاني. طب لو الاثنين موجودين الاثنين هيوزعوا فانا مش عايزه يحصل كونفليكت فهتظبطهم بطريقه بحيث ايه يقسموا البول ما بينهم او يقسموا رينج الاي بيات اللي هتتوزع ما بينهم تمام. طبعا الدي اتش سي بي سيرفر ممكن يتعمل على لينكس ممكن يتعمل على دي اس ال موديل ممكن يتعمل على سيس على راوتر وات ايفر تمام. احنا مين لي هنعمله على صفر على ويندوز صفر تمام. هنت بس كده كنصيحه لو رحتوا تعملوا اي سيرفيس مثلا في اي مكان ساعات كنا بنروح اماكن مثلا في الشركه عندنا انا اروح اماكن اعمل سيرفيسز عند كاستمرز تمام. لو قدرت ان انت تخلي الدي اتش سي بي على مايكروسوفت مش سيسكو يا ريت. طبعا على سيسكو ستيبل اكتر تمام. امال ليه افضل ان انتوا تعملوه على مايكروسوفت؟ مايكروسوفت اسهل وبالتالي اغلب الشركات الموظفين اللي فيها او قسم الاي تي اللي عندهم بيبقوا عارفين يتعاملوا بسهوله مع مايكروسوفت. انما سيسكو مش كل الاماكن هتلاقي فيها ناس بتفهم كويس سيسكو تمام. فلو انت عملته لهم على سيسكو وحصل فيها مشكله كل شويه بقى هيتصلوا بيك يقرفوك عايزين نزود الاي بي عايزين نقلل الاي بي مش عايز يوزع اي بي. انما لو رميته لهم على مايكروسوفت هم هيمانجوا نفسهم هيظبطوا نفسهم هيعرفوا يعني يمانجوا الدنيا. انا برضه مبقاش جاي مثلا ممكن ما يكونش الانفراستراكشر بتاع سيسكو. اما انا بقول لك مش شرط يا احمد اصلا يكون سيسكو ده كل حاجه دلوقتي اساسا بتوزع اي بي. ده انا مره لقيت برنامج اساسا بنزله لقيته اصلا من ضمن الاوبشنز اللي بيوزع اي بي. برنامج هو صحيح على الويندوزات العاديه بيتي ايرور في الحته دي لكن لو نزلته على ويندوز سيرفر من غير ما سطب الرول من غير ما اعمل اي حاجه بيوسع اي بي هات. واضحه تمام. وده على فكره دي اتش سي بي من اهم السيرفرات في الكورس بتاعنا تمام. السيرفر اللي بعديه دي ان اس. ايه دي ان اس ده؟ دومين نيم سيرفر. بمعنى انا دلوقتي لما اجي اتصل باسلام بفتح الموبايل بتاعي بدور على اسم اسلام ولا رقم اسلام؟
انا بدور على ايه؟ على الاسم. لكن في واقع الامر انا بتصل بالرقم. اسهل بالنسبه لي ان انا افتكر الاسم اسهل من ان انا افتكر الرقم. نفس الفكره بالظبط، عايز اطلع على موقع www.yahoo.com، اني اسهل بالنسبه لي افتكر الاي دي بتاع موقع ياهو كان 70105 دول مش عارفه ايه، ولا افتكر ياهو؟ ياهو اسهل. بس في حاجه بقى، في حاجه اجهزه الكمبيوتر كلها سواء كده عليا سواء سيرفرات كلها في النهايه دايما بتتعامل بالاي بي، مفيش جهاز بيدخل على التاني بالاسم. طالما انا عايزاه يدخل بالاسم لازم يكون في سيرفر كده يظبط لي الحوار ده، بنقول عليه انه بيعمل مابنج، ربط ما بين الاي بي وما بين الاسم. مين السيرفر ده؟ الدي ان اس. تمام. فلو انت عايز الاجهزه تدخل على بعضيها، حتى لو في الشركه بتاعتك جهاز عايز يدخل على الجهاز اللي جنبيه كشير، يدخل على شير، يعني بدل ما يكتب في قائمه ران باك سلاش باك سلاش والاي بي، الاسهل يكتب ايه؟ الاسم. واضحه؟ فساعتها هحتاج عندي في الشركه دي ان اس. اي بي ام، اي بي ادرس مانجمنت، ده من ضمن السيرفرات الجديده اللي موجوده في 2012، قبل كده ما كانتش موجوده. عباره عن ايه الاي بي؟ الاي بي ام ده كان افرض ان انا شغاله في داتا سنتر كبيره فيها 100 جهاز، وكل يوم والتاني السيرفرات بتزيد، وانا بقى ورا السيرفرات دي في ملف اكسل كده ولا حاجه، واخد الاي بي ده واحطه في ملف الاكسل عشان ما اجيش بعد كده في يوم اقعد اقول يا ربي طب السيرفر الفلاني كان الاي بي بتاعه كام. اجهز نفسي، ابقى مجهزه كل عامله مانجمنت للاي بيات بتاعتي في ملف اكسل. ساعات كتير قوي لما كنت اروح اعمل سيرفس في مكان كان يطلب مني طب اعمل لنا ملف اكسل فيه كل الاي بيات اللي انت حطيتها لنا على الشبكه، سواء على سيرفرات سواء على راوتر سواء على سويتشز، عشان يبقى عارف لما يجي يدخل على اي سيرفر على اي راوتر ده الاي بي بتاعه كام. تمام. في برامج بتعمل لي الحوار ده بدل ما انا الف على الاجهزه واجيب اي بيهاتها واقعد كل شويه اكبر في الملف بتاع الاكسل. في برامج بتعمل لي مانجمنت للحوار ده، برامج بفلوس، ثيرد بارتي بفلوس. مايكروسوفت قالت ايه؟ طب ما تيجي نقطع الناس اللي بيعملوا البرامج دي، وقامت عامله سيرفر اسمه اي بي ام. تمام. الاي بي ام ده من الاخر بيجيب كل الاي بيهات يحطها لي في حاجه شبه ملف الاكسل كده، هي مش اكسل اكسل بس اقصد يعني ان هو بيعمل ايه، بيجمع الاي بيهات دي يعمل لي ليها مانجمنت. يعني مثلا في حاجه معينه من خلالها انا بعرف الاي بي الاجهزه بتاعتي كام، وبعد كده واللي حواليك كام، واللي حواليا، وبعد كده السيرفر بالسيسكو اللي بعديه يعني حاجه شبه مايكروسوفت. هي بصراحه لا للدقه، لان يعني ايه شبه الريسورت في سيسكو مثلا؟ هي لا مش كده، هي طول كده برنامج لوحده كده، الاقي الاجهزه اللي حواليا جمعت نفسها وحطت نفسها في الانترفيس بتاع البرنامج. تمام. بس هي ما بتجيبليش سيسكو، هي ليميتد في مايكروسوفت. بس الفكره تاني انك بدل ما تشتري برامج ثيرد بارتي، ثيرد بارتي يعني برنامج تجيبه يعني تمام وبفلوس مثلا، لا دي سيرفيس مايكروسوفت حاططها، هي ليميتد مقارنه بالبرامج، بس هي حاجه فور فري. واضحه؟ وبرده ما تقلقش، الكلام ده كله احنا هنعمله بايدينا يعني ما تقلقش. ريموت اكسس. ايه ريموت اكسس ده بقى؟ افرض دلوقتي ان انا عندي سيرفر عايزه ان انا ادخل عليه من بعيد، في كذا طريقه بعمل بيها مانجمنت للسيرفرات. السيرفرات دي عاده بتبقى موجوده في اوضه كده زي ما قلت لكم، عاده بتبقى موجوده في اوضه صغيره كمان مش كبيره، والاوضه دي فيها تكييفين ثلاثه وكلهم على درجه حراره 16، يدوني في النهايه 2 3 درجه مئويه، لان الاجهزه دي شغاله ليل نهار بتولد حراره، فانا محتاجه ان الاجهزه دي الكولنج بتاعها التبريد بتاعها يكون عالي. طب انا دلوقتي محتاجه ان انا اظبط حاجه على الراوتر ولا على السويتش ولا على السيرفر، هاكسس الاوضه بنفسي، هدخل بنفسي، كل ما احتاج بقى اجيب ملابس واقيه ولا اجيب بلطو ولا مش عارف ايه؟ لا. طب والاسهل؟ ريموت مانجمنت، ريموت اكسس، اكسس الاجهزه دي من بعيد، اعمل لها مانجمنت من بعيد. في كذا طريقه. ابسط حاجه مثلا، ابسط حاجه مش عارفه اكيد كلكم اتعاملتوا بيها، ريموت ديسك توب. تمام. في تولز كتير وفي طرق كتير هناخدها كلها ان شاء الله. تمام. دي مش الطريقه الوحيده. اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الدايركت اكسس والفي بي ان، ايه حوار بقى الفي بي ان ده والدايركت اكسس؟ الاثنين نفس السيرفيس يعني. تمام. بس دي بتعمل حاجه ودي بتعمل حاجه. من الاخر مثلا انا عندي فرع هنا في زجزج، ومثلا في يوم من الايام فتحنا فرع تاني في اليكس او في جايه بالظبط، انا محتاجه ان انا اكسس الاجهزه بتاعتي اللي في الفرع التاني. تمام. ممكن ان انا اطلب من الاي اس بي ان هو يربط لي الفروع ببعضيهم، بس ساعتها
هدفع بقى. انا بتكلم في سرعات صغيرة، في مسافات صغيرة، وفي نفس الوقت فلوس كتيرة. طب ما انا بدل ما ادفع الفلوس ممكن انا بايدي اعمل حاجة اسمها في بي ان. الفي بي ان يبقى انا هربط فروع الشركة ببعضيها من غير ما اضطر ان انا ايه ادفع فلوس للاي اس بي. تمام؟ دايركت اكسس، انا شغالة في بيتي ولا حاجة وعايزة اكسس الجهاز اللي هنا في الشركة. خلاص؟ السيرفر اللي بعديه دي اف اس. الدي اف اس ده انا عندي شيرد فولدر على الجهاز بتاع صلاح، وشيرد فولدر على الجهاز بتاع محمد، وشيرد فولدر على الجهاز بتاع مش عارفه مين، وشيرد فولدر. طب وانا دلوقتي عايزه ادخل على الشيرد فولدر بتاع جهاز احمد، يا احمد الله يكرمك الاي بي بتاعك كان كام؟ طب ثانيه واحده، هو اصلا الشيرد فولدر كان على الجهاز بتاعك ولا على الجهاز بتاع اسلام؟ طب ايه رايكم ان انا ممكن اعمل سيرفر اسمه دي اف اس؟ السيرفر ده هجمع جواه كله الشيرد فولدرز على مستوى الشبكه، وفي النهايه اليوزر ياكسس مين؟ الدي اف اس سيرفر. هو اعتبره شورت كات، الداتا فعليا مش هتبقى موجوده على دي اف اس، بس الفكره تاني ان هو كده انا بتكلم على سنترلايزد سيرفر، الناس كلها تاكسس مين؟ الدي اف اس سيرفر. والدي اف اس سيرفر هو اللي عارف انت عايزه كذا يبعتني للشيرد فولدر اللي موجود على الجهاز ده. واضحه؟ تمام. بعد كده هنتكلم عن ادفانسد نتوركينج، وازاي ان انا اظبط الابيات على الهايبر في والكلام ده. التكنولوجي بقى المستقبل اس دي ان، برضه هناخد عنها حاجه بسيطه. دي تكنولوجي فعلا ده المستقبل دلوقتي. فكره الاس دي ان اديها لكم كاكزامبل مثلا، بس اغلب الاس دي ان حتى مش على مايكروسوفت، على شركات زي سيسكو وجينبر والكلام ده. لو انا بتكلم دلوقتي عن راوترز متربطه ببعضيها، والراوترز كل واحد بيبدا يدي للراوتر اللي جنبيه معلومه معينه، تمام؟ عشان يعرفوا بعض، انا عايز اوصل للشبكه الفلانيه، انا عايز اوصل للشبكه الفلانيه، فبيجمعوا المعلومات دي وبيبعتوها لبعض. طب بداوا يفكروا، بدل ما كل راوتر يفكر البروسيسور بتاعه يفكر، احنا هنعمل جهاز اسمه كنترولر. هنعمل جهاز اسمه ايه؟ وكل راوتر عنده معلومات يبعتها للكنترولر، والكنترولر هو اللي يفكر ويبدا يقول انت راوتر 1 خد المعلومات دي انت اللي محتاجها، ويا راوتر 2 انت اللي محتاج كذا، ويا راوتر 3 انت اللي محتاج كذا. مين اللي فكر؟ الراوترز؟ لا، امال مين؟ الكنترولر. تمام؟ فدي تكنولوجي اسمها اس دي ان، سوفت وير ديفايند نتورك. زي ما قلت لكم ده المستقبل. بداوا يفكروا بقى يقولوا ايه؟ طب ما انا دلوقتي بدل ما انا بعمل كونفيجريشن بايدي، يعني الناس بتوع سيسكو لما كنا بتدخلوا على الراوتر وتعملوا كونفيجريشن، ايه رايكم ان هيظهر بعد كده برامج بتشتغل فوق الكنترولر وانا قاعده في مكاني ومسطبه السوفت وير كده على اللاب بتاعي، شفت راوتر لونه احمر، هو جايب لي جي او اي كامله، جرافيك كامل عن كل حاجه حواليا في الشبكه، في راوتر لونه احمر، اللون الاحمر ده يعني معناه ان الراوتر ده بقى له اسبوع ما ترستش، طب كليك يمين عليه وريستارت. تمام؟ في لينك ما بين التو راوترز دول لونه اصفر، اللون الاصفر ده يعني معناه ان في كونجيشن ما بينهم، في زحمه ترافيك ما بينهم. طيب اوكي، ممكن بكليكه اخلي الترافيك ده جزء منه يتنقل على لينك تاني. الكلام ده احنا كنا بنتفحت فيه في سيسكو، واوامر وكونفيجريشن والهيصه دي كلها. انما دلوقتي الجيل اللي قدام، المستقبل قدام، كل ده بقى اوامر، كل ده سوري جرافيك، برنامج جي او. طب معنى كده ان كل اللي درسناه ده وتعب السنين ده كله ده؟ لا، في فرق بقى ما بين مهندس اصلا شاطر فاهم نتوركينج كويس قوي، وممكن هو ذات نفسه اللي يعمل الابلكيشن اللي هيمانج بيه الشبكه بتاعته. وعشان كده دلوقتي لو تقروا كتير على الجروبات دلوقتي والمواقع اللي داخله في المجال بتاعنا، كل شويه يقول لك ادرس حاجه برمجه، ريكومندد يا تدرس بايثون يا اما جافا. ليه؟ لانك في يوم من الايام انت بنفسك هتوصل لمرحله ان انت اللي هتعمل سوفت وير اساسا ابلكيشن، هو اللي هيمانج الراوترز والسويتشز والسيرفرات اللي حواليك. فلازم النتورك ذات نفسها تكون فاهمها كويس قوي، هو بيسهل عليك الكونفيجريشن. تمام؟ فده برضو احنا هناخد عنه اوفر فيو، زي ما برضو نزل في منهج السيستم ايه كتير، لان هو ده المستقبل، هو ده فعلا المستقبل. تمام؟ ندخل بقى في الماده اللي بعديها، واللي فيها تقريبا اهم سيرفر في الكورس بتاعنا ده، برضو انا هسبق بيه قدام شويه، يعني هناخد شويه حاجات كده في الاول ونسبق بالسيرفر ده قدام. تمام؟ اكتف دايركتوري سيرفر. ايه الاكتف دايركتوري ده؟ الكورس بتاعنا. من الاخر، اي حد بيدرس مايكروسوفت عشان السيرفر بتاع الاكتف دايركتوري. فكرته ايه؟ انا دلوقتي شغاله في مكان فيه 1000 موظف ولا 2000 موظف،
الموظف الاولاني اتصل بيا لو سمحتي الجهاز بتاعي عايز اغير الاي بي بتاعه او مثلا عايز اسطب سوفت وير معين. هشوف الاول البوليسي بتاعت الشركه، الموظف ده مسموح له انه يسطب السوفت وير؟ اه خلاص هروح له امر الله، هلوج اوت من الجهاز بدخل كادمنستريتور، لان اي موظف قاعد على اي جهاز بيبقى شغال ايه؟ يوزر عادي مش ادمنستريتور، يبقى شغال ايه؟ يوزر عادي. تمام؟ فهيدخل على الجهاز، او انا سوري هطلع من الجهاز وادخل كادمنستريتور واسطب له البرنامج، وعلى ما البرنامج يتسطب هروح اشوف شغلي، ارجع يكون هو غير الباسورد بتاع الادمنستريتور وعارفها. يعني اقصد يعني رست الباسورد، الباسورد هو عارفها. مش دي مصيبه؟ صح؟ طيب او حتى نسيت اعمل لوج اوت وسبته زي ما هو قاعد كادمنستريتور ويعقلي الدنيا. واحد تاني قال لي لو سمحتي تعالي شيري لي فولدر، حاضر واروح اشير له فولدر. التالت عايز ما اعرفش ايه، حاضر واروح بنفسي. فبداوا يفكروا ان هم يعملوا سيرفر اسمه اكتف دايركتوري او دومين كنترولر. تمام؟ من اسمه دومين كنترولر، يعني هتحكم في الاجهزه اللي معايا في النطاق بتاعي في الدومين بتاعي. تمام؟ واحد عايز حاجه معينه وانا قاعده في مكاني في اوضه الاي تي مش هطلع منه، حاضر كليكتين اعمل اللي هو عايزه. تمام؟ قائمة ران ليه تظهر عند اجهزة الموظفين كلهم؟ قائمة ران اساسا فيها اوامر خطيرة، وانا قاعدة في مكاني هغفلهم كلهم قائمة ران. تمام؟ الديسك توب انا مش عايزة كل واحد يحط الديسك توب اللي على مزاجه، انا عايزة اللي يتحط ايه؟ اللوجو بتاع الشركة، وانا قاعدة في مكاني هشير اللوجو بتاع الشركة على الاجهزة كلها ويبقى ده الديسك توب وممنوع يغيره. تمام؟ اعمله ديبلويمنت على مين؟ على الاجهزة كلها. مش بس الحاجتين اللي انا قلتهم دلوقتي دول، في كميه مميزات وكنترول على الشبكه في الاكتف دايركتوري رهيب فوق ما تتخيلوا. ده انا ممكن اخلي كل موظف يكتب داتا على ماي دوكيمنت، ماي دوكيمنت دي ما تبقاش عنده على جهاز وتبقى عندي انا. ليه؟ عايز اعمل باك اب، مش هلف على جهاز واعمل باك اب لماي دوكيمنت على جهاز، لكن لو اتجمعت كلها على جهاز واحد هقدر اعمل لها باك اب بسهوله. تمام؟ ده اغلب شغل مين؟ الاكتف دايركتوري. الحصه دي كلها بنتكلم فيها عن الاكتف دايركتوري، وهنكتشف ساعتها بقى ان الاكتف دايركتوري ليه حاجه اسمها هيراريكال. يعني افرض ان انا شغاله في شركه كبيره فيها 60,000 موظف، شركه ليها فروع ومالتي ناشونال، مش اكتف دايركتوري هيخدم على دول كلهم، لا ده فيها هيراريكال. ممكن يبقى واحد بيرنت وتحتي تشايلد، والتشايلد تحتي تشايلد، وواحد اديشنال عشان لو الرئيسي وقع يبقى في واحد تاني يخدم على الناس. تمام؟ فكل الحصه دي بنتكلم فيها على مين؟ على الاكتف دايركتوري، وازاي احط اكتف دايركتوري في سايت تاني، فرع تاني للشركه، وازاي نريبليكيت الداتا ما بينهم. تمام؟ تمام. الجروب بوليسي دي اللي كنت بقول لكم عليها، عن طريقها هتحكم تحكم كامل في اليوزرز. اغفل قائمه ران، اخلي قائمه ستارت بطريقه معينه، اغير الديسك توب بطريقه معينه، اخليه ما يعرفش يحط الفلاشه. يعني مثلا قدامكم على الاجهزه دي لو اي حد فيكم حط الفلاشه مش هتتقري. تمام؟ دي عاملينها على ايه؟ جروب بوليسي. بس انا اضطريت ان انا الف على الاجهزه اللي قدامكم جهاز جهاز واقفل اليو اس بي بجروب بوليسي. طب انا دلوقتي لو كان عندي السيرفر دومين كنترولر ده وانا قاعده في مكاني بكليك كنت اعمل، بس زي ما قلت لكم انا سمول بزنس وحاجه اتشيكشنال فمش فارقه معايا. انما لو انت شغال في انتربرايز كبيره هتفرق معاك قوي حته السيرفر ده. تمام؟ بعد كده هيتكلم عن سيرتيفيكت سيرفر. السيرتيفيكت سيرفر ده ازاي ده سيرفر عن طريقه بس كيور الترافيك اللي ما بين اليوزر وما بين السيرفر. تمام؟ او بس كيور الايميلات ليه كذا استخدام. المهم بصفه عامه استخدامه ايه؟ سكيورتي، عشان لو اي واحد حرامي كده حاول يكابتشر الداتا، يكابتشر الداتا معناها يلقط كوبي من الداتا اللي ماشيه في الشبكه، هلاقيها كلها ايه؟ بايظ، مش فاهم ايه اللي بيحصل في الشبكه دي. تمام؟ فكل ده هنعمله عن طريق سيرتيفيكت اوثورتي. اديكم اكزامبل، لما بتدخلوا على الفيس مش بتلاقوا فوق بروتوكول مكتوب HTTPS وجنبيه قفل؟ اهو القفل ده بقى احنا اللي هنعمله ان شاء الله عن طريق السيرفر اللي اسمه ايه؟ سيرتيفيكت سيرفر. تمام؟ وازاي ان انا مانج السيرتيفيكتس وكده. طيب في كمان هنا رايت مانجمنت والفيدريشن، دول برضو فيتشرز موجودين حتى من زمان يعني من ايام 2008 يعني. تمام؟ فيدريشن ازاي ان انا هربط اتنين اكتف دايركتوري كل واحد في فيزيكال لوكيشن مختلف، بس مش بطريقه الساينس اللي قلناها قبل كده، لا طريقه ايه افضل شويه. من الاخر تاني الفيدريشن ده عن طريقه بربط سايتس مختلفه. تمام؟ الرايت مانجمنت سيرفر
ده عن طريقه بمانج السكيورتي على الداتا ذات نفسها. بمعنى انا دلوقتي مثلا على الويندوز ده كنت عامله سكيورتي على ملف وورد، محدش عارف يفتح ملف الوورد ده الا فلان وفلان. جه اسلام حط الفلاشه بتاعته واخد ملف الوورد ده وراح فتحها على اي جهاز تاني، هيعرف ولا لا؟ هيعرف، لانه لما بياخدها على جهاز تاني اللي هيطبق ساعتها عليها البرميشنز اللي موجوده على الجهاز التاني اللي هو ادمن عليه، وبالتالي هيعرف يقرا الملف. طب ايه رايكم بقى ان انا عن طريق الرايت مانجمنت دي لو اخد الفلاشه او سرق اللابتوب حتى ذات نفسه اللي عليه الداتا وراح في اي مكان تاني مش هيعرف يفتح الداتا دي؟ يبقى انا كده بحط لاير زياده من السكيورتي فوق الملفات بتاعتي ولا لا؟ سواء ايميلات، سواء اغلب شغلنا يعني في الرايت مانجمنت بيطبق على الايميلات وبيطبق على الفايلات اللي هي الاوفيس يعني والكلام ده. تمام، هناخد برضو جزء بسيط جدا عن الاجور مش هناخده انتي تنسي طبعا. الاجور ده الكلاودنج بتاع مايكروسوفت. ايه الكلاودنج؟ الداتا بتاعتي بدل ما هتبقى عندي هتبقى فين؟ على موقع مايكروسوفت. ما هو زي ما قلت لكم في دلوقتي شركات كتيره جدا بتشتغل ككلاود بروفايدر. يعني ايه كلاود بروفايدر؟ بتقدم لي خدمات وانا قاعده في مكاني، زي الميل. زي ما قلت اشهر شركتين دلوقتي تقريبا على مستوى العالم بيقدموا خدمات الكلاودنج باسلوب محترم، مايكروسوفت عندها خدمه الاجور تمام، وامازون موقع امازون تمام. وزي بعد كده ازاي ان انا امونيتور السيرفر بتاعي وازاي ان انا اعمل له مانجمنت وريكفر، عشان لا قدر الله لو حصل اي مصيبه على السيرفر اقدر اعمل له ريكفري تمام. الداتا بتاعتي اكبر مصيبه ان الداتا تقع او ان السيرفر يقع والويندوز يقع، يقول وتقول لي هاجي انزل ويندوز. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان الدنيا تقع والويندوز يقع تيجي تسطب لي ويندوز، مفيش حاجه اسمها كده خالص. فهنتعلم ازاي ان انا امانج او ازاي ان انا اعمل ريكفر للداتا بتاعتي وللويندوز تمام. دول كده الثلاث مواد اللي علينا ان شاء الله. في هنا برضو انا حاطه لكم البوينتس عشان الناس اللي كانت اوريدي عندها باك جراوند محترمه ومحتاج ممتحنه ويندوز سيرفر 2012 وحبوا ان هما يبقوا سيرفرات 2016 بدل ما يمتحنوا الثلاث امتحانات اللي فوق دول. لا، في امتحان 743 ده امتحان ابجريد من 2012 ل 2016، يبقى كانك بالظبط اخدت ايه 2016. حد تاني مني كده في حاجه؟ كده دول الثلاث مواد الرئيسيين اللي هناخدهم باذن الله تمام. بونص بقى زي ما اتفقنا هناخد الاكستشينج بعد ما نخلص الثلاث مواد دول. ايه الاكستشينج ده؟ ده الميل سيرفر بتاع مايكروسوفت. ده عباره عن برنامج بشتريه بفلوس بنزله على ويندوز سيرفر، ما ينفعش الا ان هو ينزل على ويندوز سيرفر، ما ينفعش ينزل على لينكس مثلا، لازم على ايه؟ ويندوز سيرفر تمام. هنزله على ويندوز سيرفر ونحول الجهاز بتاعنا للميل سيرفر والناس تبدا ان هي تبعت ايميلات لبعضيها. ليه اعمل حاجه زي دي؟ انا دلوقتي شغاله في شركه، مش منطقي ابدا ان انا لما اجي ابعت لشركه تانية او للوزاره ايميل اقول لهم عبير اتيهم ولا عبير اتوت مين. في شركات بترفض تتعامل معايا لو بعت لهم من عبير اتيهم بالظبط، يقول لك لا انا عايز اضمن ان انت شغال في شركه ابعت لي بيزنس ميل تمام. ماشي، حاضر، البيزنس ميل بتاعي عبير اتيشوت دوت كوم تمام. ساعتها بيوافقوا ان هم يتعاملوا معايا. قدرت اعمل ده ازاي؟ زي ما قلت لكم كان الحل الصعب اللي قدامي ان انا اعمل عندي ميل سيرفر، وده اللي هنعمله في الكورس. انا استسلمت واشتغلت ايه؟ كلاودنج. الميل سيرفر بتاعي مش عندي، الميل سيرفر بتاعي ايه؟ متبلش عند كلاود بروفايدر تمام. لكن اللي هنعمله بايدينا ان احنا نعمل الميل سيرفر عندنا. ليه؟ انا لارج بزنس، انا دلوقتي تراستد ان تي داتا ما بتقراش ايميلاتي؟ لا، بس انا زي ما قلت لكم مش فارق معايا، انا سمول بزنس. لكن لو انا ميديوم بزنس او لارج بزنس، لا انا فارق معايا السكيورتي بتاعت الداتا بتاعتي والايميلات بتاعتي. يبقى بدل ما ببلش ايميلاتي بره، لا انا عايزه ايميلاتي فين؟ والميل سيرفر بتاعي يبقى في الداتا سيرفر بتاعتي انا، في الشركه بتاعتي انا. اي اسئله في الجزء ده؟ شوف